بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما في خير ودايما يا رب ألقاكم فيه سعادة. فيديو النهاردة هو مش من الرموز، لكن شيء مهم جدا جدا بإذن الرحمن لكل مكروب وكل مهموم وكل اللي بيتمنى بإذن الرحمن قضاء حاجة. بس قبل كل شيء لازم كلنا يكون عندنا يقين وحسن ظن بالله انه بإذن الرحمن الهم هيزول، وانه بإذن الرحمن هتقضى الحاجة. يعني اولا التفاؤل وحسن الظن بالله قبل كل شيء علشان يعني يقضى الامر بإذن الرحمن. طيب ايه هو الحاجة دي؟ اولا نقول للي بيتمنى قضاء حاجة، وبعدين هنقول للي عنده هموم او الكلام ده. اولا لقضاء الحاجة، فدي طبعا معروفة ودي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة قضاء الحاجة او ركعتين قضاء الحاجة، دي طبعا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فدي ما فيهاش كلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى ويصلي ركعتين ويدعو الله. طيب اذا انا بتمنى عمل ينفع اصليه، اذا انا بتمنى زوج ينفع، بتمنى حمل ينفع. شوف بقى اللي انت بتتمناه، ودي بقى حاجة بينك وبين ربنا. يعني الانسان لو ليك ايه انت بقى بينك وبين ربنا، صلي ودعي، دي ما فيهاش بقى حد هيتدخل ولا الكلام ده كله. فايا كان اللي ليك والحاجة اللي بتتمناها صلي بقى ودعي. طيب انا هصليها ازاي؟ طبعا هو افضل الاوقات هو الثلث الاخير من الليل، ومن السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هنصليها ازاي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كان العبد عند الله حاجة فقام فتوضأ واحسن الوضوء، صلي ركعتين لله، ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، ثم يقول لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، اسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، ربي لا تجعل لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وبعدين تدعي وتختم برضو بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في البداية بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرضو في النهاية بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل كل شيء قلنا اليقين، اليقين، ويعني خليك بتدعي من قلبك، خلي الكلام من القلب، مش ان انا بقول كده وخلاص او ان انا بأدي، لا خلي الكلام من القلب. يعني الانسان طالما بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ما تخجلش، يعني مخنوق ابكي، بتتمنى حاجة متعسرة، ظروفك صعبة، ايا كان خليك بقى مع ربنا. عشان كده بقول في الثلث الاخير، فدي حاجة بقى بينك وبين نفسك، وصلي وفي هدوء، وكل اللي عندك بقى يعني بكاء، ايا كان اللي عايز تدعي بيه، ايا كان اللي انت فيه بينك بقى وبين ربنا، يعني براحتك بقى، وان شاء الله باذن الرحمن يعني ربنا هيتقبل. طيب بالنسبة بقى للمكروب او المهموم، احنا قلنا كده في الاول اللي بيتمنى قضاء حاجة او اللي عند ربنا سبحانه وتعالى يعني امر بيدعو به. طيب بالنسبة بقى المهموم او المكروب، ايه هو يعني الدعاء بتاعه؟ ايا كان بقى الهم، اولادي بيتخانقوا مع بعض، عندي مشاكل مع الزوج، عندي ايا كان بقى، خايفة من حاجة تحصل، اي حاجة بقى، مريض، ايا كان وضعك، كراجل للرسول عليه الصلاة والسلام، وده في الحديث، والحديث يعني اسناده حسن. احنا مش بنقول حديث صحيح، لا، يعني اسناده حسن. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام اني اكثر الصلاة عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. طبعا
يعني كثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله 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 يعني أنا ما بحبش كلمة عن تجربة والكلام اللي بيقولوه ده، لكن فعلا في فرق بين ان انت تكون بترددها بلسانك وبين ان انت تكون بتقولها من قلبك وانت حاسس ان انا يعني بصلي على الرسول بتاعي، يعني الرسول اللي يعني ربنا جعله سبب ان انا اعرف ديني والكلام ده. اما تعمل الحاجة بحب للرسول عليه الصلاة والسلام ومن قلبك كده، والله انت نفسك هتحس بفرق، والله هتحس بفرق على الاقل يعني نفسيا. فلما تيجي تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة هنا طبعا في الحديث بمعنى الدعاء مش بمعنى الصلاة، بمعنى الدعاء، يعني طول ما انا قاعدة كده اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طول ما انا قاعدة بس قولها بقلبك كده، قولها بحب من جواك، مش ان انا اردد بلساني وخلاص، لا لازم يكون فيه احساس. هتلاقي ان بالفعل باذن الرحمن والله 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 على الاقل هتلاقي راحة نفسية في قلبك، وان شاء الله هيقضى الامر باذن الرحمن، وان شاء الله باذن الرحمن يعني هيرفع عنك البلاء، وبالفعل ان شاء الله هتكفى همك، بس يعني داوم عليها، مش تعملها النهاردة وخلاص، ما انا قلت وما حصلش حاجة، ما انا قلت ومش عارفة ايه الكلام ده كله، لا يعني اللي تعمل حاجة او اللي يعمل حاجة اعملها بيقين، واعملها وانت مطمئن كده ان انا حتى يعني حتى لو انا مش عايزة حاجة، حتى لو انا مش عايزة حاجة، طب ما انا بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام باخد اجر، ده يا اخي انت لو مش هتاخد اجر ده كفاية الرسول حبيبك ان انت بتصلي عليه، ده دي لوحدها والله كفاية. فانت خليك كده او خليكي من جواكي كده ان عندك يقين وبتقوليها من قلبك، وان شاء الله باذن الرحمن يعني هيزول الهم تماما 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 باذن الرحمن، بس يا ريت يعني نداوم عليها طبعا مع الاستغفار والكلام ده كله، طبعا نداوم عليه بس يا ريت كل حاجة من القلب. صلاة قضاء الحاجة يعني قلنا ان هي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس يعني افضل التوقيت خليها في الثلث الاخير، يعني علشان يعني تكون كمان يعني قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ثم كمان ان تكون براحتك، تكون لوحدك، يعني تقول كده اللي بينك وبين ربنا اللي حابب تقوله حابب تدعي بيه، فهو وقت يعني ياريت انك تكون في وقت هدوء وفي وقت كده زي ما بنقول مع نفسك، ونسأل ربنا طبعا انه يقضي حاجة كل مسلم اللهم امين، ويرفع البلاء عن كل مسلم، وان شاء الله باذن الرحمن يزول الهم عن الجميع يا رب اللهم امين. بذكركم بكثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اترككم في رعاية وحفظ الرحمن، وان شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا جماعة، شخص في مستشفى في السعودية، مستشفى معروف الملك عبد العزيز، فات معه المرض الخبيث، والأطباء قالوا له ما في نتيجة، صلى ركعتين ولما ضاقت في الدنيا وقال له يا رب أنا بحب نبيك وبصلي عليك اليوم 1000 مرة، بهذا السر يا رب أرني سر الصلاة على النبي في شفائي، أرني سر الصلاة على النبي في شفائي. إذا كان في سر بالصلاة على النبي كل يوم 1000 مرة فرجيني سرها بشفائي. وقام من الليل، قول دخل إلى بيت الخلاء، حصل معه شيء وبعد منها ارتاح، ذهب إلى المستشفى اليوم الثاني، صور فما وجد أثر للمرض، انتهى كليا كليا، والأطباء مصورين وعنده الصور والقصة مشهورة، والطبيب معروف من هو. سألوه قال لهم هذا سر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سر الصلاة على النبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.